متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال الأيام القادمة بإذن الله. نبدأ نشرتنا باستعراض المحاور الرئيسية التي سنستعرضها خلال هذه النشرة، حيث سنبدأ باستعراض لصور الأقمار الصناعية، ثم لخرائط توزيع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وأيضا لخرائط توزيع الرياح خلال يوم غد الخميس بإذن الله. بالنسبة لصور الأقمار الصناعية، توضح خلو مناطق المملكة من الغيوم خلال ساعات صباح اليوم، باستثناء بعض الغيوم العالية على منطقة المدينة المنورة، وأيضا بعض الغيوم متوسطة الارتفاع الركامية في منطقة حفر الباطن وأجزاء من المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى. هي عبارة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي عملت على هطول زخات رعدية من الأمطار في تلك المناطق. بالنسبة لخرائط توزيع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، توضح سيطرة لكتلة هوائية باردة نسبيا قادمة من منطقة بلاد الشام وشرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه شمال المملكة، في حين تبقى كتلة هوائية دافئة تسيطر على عموم أو باقي مناطق المملكة، خاصة المنطقة الوسطى، أجزاء من المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية والجنوبية، حيث تعمل هذه الكتلة الهوائية الدافئة على إبقاء الأجواء حارة نسبيا في تلك المناطق، يقابل أجواء باردة نسبيا في المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية. لكن واعتبارا من يوم السبت بإذن الله يبدأ منخفض جوي خمسيني يقترب من شمال غرب المملكة قادما من الأراضي الليبية والمصرية، سيعمل هذا المنخفض الجوي على ارتفاع كبير على درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة، خاصة يوم الأحد، حيث تصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، يكون الطقس حار نسبيا إلى حار في عموم مناطق المملكة بما فيها المنطقة الشمالية. للانتقال لخرائط سرعة هبات الرياح المتوقعة خلال يوم الخميس بإذن الله، حيث تنشط الرياح الغربية في عموم المنطقة، في عموم منطقة شرق منطقة المدينة المنورة وأيضا شرق منطقة الطائف وأجزاء من غرب منطقة الرياض، تعمل هذه الرياح لإثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية. للانتقال توقعات الجوية للثلاث أيام القادمة على العاصمة الرياض، حيث توضح استقرار خلال الثلاث أيام القادمة في عموم مناطق المملكة بما فيها العاصمة الرياض، طقس حار في العاصمة الرياض يوم الخميس، تفرق للغيوم العالية 34 درجة مئوية كحرارة عظمى، 22 درجة مئوية كحرارة دنيا، الجمعة استقرار على درجات الحرارة أيضا 34 درجة مئوية كحرارة عظمى، تنخفض ليلا إلى 17 درجة مئوية. يوم السبت تنخفض قليلا درجات الحرارة، يكون طقس دافئ نسبيا حيث تسجل الحرارة العظمى 31 درجة مئوية، أما الحرارة الدنيا 19 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.